السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم وأحييكم أخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامج نحن المستقبل. أخواني أخواتي، تحقيقاً لرؤية إمارتنا الحبيبة الشارقة في صنع قادة المستقبل من خلال تثقيفهم وإشراكهم في العملية التشريعية، عقدت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين مقابلات للمرشحين لشورى أطفال الشارقة. نتابع معاكم هذا الحدث مع كاميرا برنامج نحن المستقبل في مركز الطفل بحلوان بعد الفاصل. الانتخابات الدورة 16 لشورى أطفال الشارقة، تقدموا أصدقائنا للترشيح للعضوية بعد انتهاء الحملة الترويجية في المدارس وغلق باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لشورى أطفال الشارقة. مقابلات شخصية تعقد اليوم مع أصدقائنا المرشحين لعضوية شورى أطفال الشارقة ممن تنطبق عليهم الشروط من قبل لجنة مختصة على مدار 3 أيام في مركز الطفل بحلوان ومركز الطفل بالبطائح ومركز الطفل بخور فكان. هاي لهم أثر كبير في يعني تطور الدولة تقدمها في كل المجالات. والإمارات تضم كم إمارة؟ 7 إمارات. 7 إمارات. السلام عليكم أستاذة نورة، في البداية عرف المشاهدين عن نفسك. نورة علي الشامسي، مدير إدارة رعاية الأطفال بالإنابة أطفال الشارقة. زين أستاذة، خبرينا أكثر عن شورى أطفال الشارقة في دورتها 16. طبعاً إحنا اليوم بدينا المقابلات لشورى أطفال الشارقة في دورته 16، بديناها في مدينة الشارقة وإن شاء الله بنكملها في المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية لعدد ما يقارب 200 مترشح مترشحة لهذه الدورة. شورى أطفال الشارقة هو تحت شعار صوتنا مسموع. صوتنا مسموع هو اللي نبى نوصله، أن الأطفال صوتهم مسموع، مسموع لمنو؟ مسموع للمسؤولين، للوزراء، لكبار الشخصيات أو المسؤولين الكبار اللي موجودين في دولة الإمارات، يرفعوا لهم توصياتهم وش اللي هم يطمحوا له أو شو اللي يبون يشوفونه كتغيير خاص بالطفل. السلام عليكم، عرفنا عن نفسك. معكم السلام حسن خادم الهندية السعودي. زين، خبرنا حسن، ليش مرشح نفسك لشورى أطفال الشارقة؟ حسب أطرح قضايا اللي عندي والكلام اللي عندي. زين، شو هي القضايا اللي تقدر تناقشها في المجلس؟ عن البيئة والتعليم والرياضة. أنا رشحت نفسي في الشورى لأني أنا أبا أطلع أني أنا يعني واثقة من نفسي يوم أتكلم والأشياء. شو القضايا اللي تقدرين تناقشينها في المجلس؟ أحب أناقش قضايا يعني عن المدرسة وعن المراكز والأشياء اللي يخصها الأطفال. خبريني، ليش داخل شورى أطفال الشارقة؟ شورى أطفال الشارقة وايد عيبني لأن في كذا أنشطة ونستفيد منها ويعني ممتع جدا. أبا أكون شخص مهم في المجتمع وأبا أنمي من مهاراتي وأبا أوصل رسالات للأطفال اللي عندهم مشاكل في المدارس أو في المراكز الأطفال. Thank you.
في الفترة من 16 إلى 20/3/2019 تجرى في كل من مراكز أطفال الشارقة المنتشرة على مستوى الإمارة ومدارسها مقابلات لاختيار النواب الذين سيمثلون الأطفال في المجلس ويرفعون أصوات أقرانهم إلى المسؤولين وأصحاب القرار. السلام عليكم أستاذة، في البداية عارفين عن نفسك وخبرينا شو دورك اليوم كمحكمة اليوم لترشيح الأطفال المشاركين لشورى أطفال الشارقة. معكم الإعلامية إيمان محمد مبارك من قناة الشارقة الرياضية. طبعا أنا سعيدة جدا اليوم بتواجدي في لجنة التحكيم اللي خاصة في شورى أطفال الشارقة. هاي تجربة جدا جميلة، بما أني أنا كنت في يوم من الأيام طفلة ونائب في شورى أطفال الشارقة، كنت موجودة معاهم انعقادين. فجميل أنك تشوف هالأطفال، هاي النخبة من الأطفال اللي موجودين اليوم في المراكز اللي يعبرون عن آرائهم وعندهم الثقة ومكتسبين الثقة بالنفس وطموح ما شاء الله. لو أنهم في أعمار مثلا 8 سنوات ولا 7 سنوات وأكثر عن شيء، بس ما شاء الله عندهم ثقة بالنفس. نحن يوم في الأيام كنا موجودين وفي نفس سنهم، وما شاء الله كنا يعني طموحين وفينا ثقة في النفس. فالشورى علمتنا وايد أشياء، فأنا أنصح كل طفل مشارك اليوم في مجلس في شورى أطفال الشارقة أنه يكتسب هاي الخبرة، أنه يحاول قد ما يقدر أنه يكون واثق من نفسه، ينمي مواهبه. نحن تعلمنا وايد أشياء، وأنا من الشورى استويت ما شاء الله يعني مذيع في قناة الشارقة الرياضية. نحن اليوم موجودين في مركز طفل بحلوان عشان نقيم الأولاد ونشوف معاييرهم اللي عندهم عشان يكونون أعضاء في مجلس الشورى. أنا سابقا كنت عضو في مجلس شورى أطفال الشارقة الدورة 15، والحين أنا عضو مجلس شورى شباب بالشارقة، وإن شاء الله اليوم جايين عشان نشوف الأفكار الجميلة اللي عند الأطفال ونحدد معاييرهم اللي عندهم عشان يكونون أعضاء في المجلس. شو هي المعايير اللي بناء عليها تقدرونكم ترشحون الأطفال منهم يكونون أعضاء أو نواب في شورى أطفال الشارقة؟ في وايد معايير مختلفة، في مثلا معايير اللغة، معايير الاحترام واللباقة، معايير المعلومات مثلا من الرؤساء، مثلا الوزراء، مثلا اللغة الإنجليزية اللي عنده خبرة ولا لا، ولا بعض المعايير الثانية في اللباقة مثلا إذا دخل لازم يسلم، وإذا مثلا إذا خلص يقول السلام عليكم ولا مع السلامة، لازم يتكلم بلباقة وما يخاف، لازم يطالعنا نحن. شورى أطفال الشارقة أخواني أخواتي يهدف إلى توعية الأطفال المشاركين في الحياة البرلمانية تحقيقاً لرؤية والدنا الغالي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقرينة سموه سمو الشيخ الجواهر بنت محمد القاسمي ربي يحفظهم، لترسيخ القيم والمبادئ الإسلامية القائمة على احترام آراء الآخرين. نشكركم أخواني أخواتي على متابعتكم الحلقة اليوم من برنامج نحن المستقبل. هذه الحلقة مقدمة لكم من مركز الطفل بحلوان. نلقاكم على خير في لقاءاتنا القادمة إن شاء الله، ومع السلامة.